السلام عليكم. موتيفيشن امباسادور از هير. سو اليوم غنهضروا على واحد الموضوع مهم هو تنظيم الوقت ديالنا ونكونوا عارفين شنو باغي نديروا في حياتنا. مثلا دائما انت في الحياه دائما خاص تكون عندك بروغرام وتكون عارف شنو باغي دير. مثلا انا عندي واحد الهدف وبغي نحقق شي حاجه في المستقبل، خاصني نعرف شنو باغي ندير، امتى باغي نديرها، كيفاش غادي نحققها، وفي الاخر نشوف النتيجه. ما نكونوش غاديين بدون تنظيم وغير بالهمجيه وما عارف شنو غندير. هذا عام جديد، عندك 365 يوم قدامك، عندك بزاف الاهداف، دقه دقه باش باغي توصل. كنقول واحد المثل دائما، دقه دقه اللي بغيتي توصل بيان سيغ. سو دائما الاهداف اللي حدك قدامك حطهم بين عينيك ورتبهم، وكل حاجه عطاها الاولويه ديالها، وكل حاجه عرفها كيفاش خاصها دير. وهذه هي اهم حاجه، حياتك تكون منظمه. عيش حياتك منظمه، عاد عيش واحد 60 عام واحد 70 عام في الحياه، حاول تنظم حياتك، تعرف شنو باغي دير، الاهداف ديالك، استمتع بالوقت ديالك. وهذه هي اهم حاجه، ما تبقوش غير يعني ما منظميش الاشياء، ما عارف شنو غدير، وباغي مثلا كتفيق مع الصباح كتقول انا باغي نولي ملياردير، باغي نمشي لهنا، باغي نمشي لهنا، وانت ما عارف كيفاش توصل لهذيك الحاجه. الوغ نحطوا دقه بدقه. انا مثلا باغي نشري طوموبيل، شنو باغي ندير؟ باغي نشري طوموبيل، كيفاش غنشري طوموبيل؟ خاصني الفلوس، امتى غنديرها؟ نحط قدامي واحد الهدف ديال واحد عام عامين، وفي الاخر نشوف النتيجه واش غنشريها ولا لا. الوغ اي حاجه ديروها بين عينيكم، واي حاجه ممكنه، ستي موتيفيتد. مبارك.